أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، فيها نناقش آفاق عملية السلام وفرص نجاح التهدئة المقترحة في اليمن. في الطريق إلى جولة جديدة من المشاورات، يسابق المبعوث الدولي الزمن في زيارة مكوكية انتهت بالعاصمة العمانية مسقط. فيها يلتقي ولد الشيخ أحمد وفد ميليشيا الحوثي والمخلوع لطرح تصور لحل النزاع يشمل الاتفاق على هدنة لمدة 72 ساعة. مصادر دبلوماسية أكدت أن الأمم المتحدة والدول الخمس الكبرى تضغط من أجل استئناف وقف إطلاق النار وبدء مرحلة جديدة من الحوار السياسي. بموازاة ذلك، أكد التحالف العربي المساند للشرعية في اليمن أنه لن يقبل بأي اتفاق سلام دون أن يقوم الحوثيون بحل جناحهم المسلح. تأتي هذه التحركات في الوقت الذي لا تعبأ ميليشيا الحوثي بفرص الجهود الدولية القائمة ولا تبدي تقديرا لها، فيما يحاول الرئيس المخلوع وقيادات حزبه تقديم أنفسهم على أنهم الممسكين بمقاليد الأمور في صنعاء، حيث كشفت وكالة تسنيم الإيرانية عن تلقي رئيس البرلمان الإيراني رسالة من رئيس البرلمان اليمني المنتهي ولايته يحيى الراعي، طلب فيها إيران بالتدخل لوقف ما أسماه العدوان. كل هذه التحركات والمستجدات والمواقف سنناقشها في حلقة الليلة من زوايا الحدث، ولكن بعد أن نتابع هذا التقرير. في مهمة البحث عن الهدنة المرتقبة، يصل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى العاصمة العمانية مسقط للقاء وفد الميليشيا هناك. مصادر سياسية أوضحت أن المبعوث الأممي يتواصل مع الحكومة اليمنية ووفد الميليشيا في إطار ترتيبات لإعلان استئناف وقف إطلاق النار، وفقا للمقترح المذكور في البيان الأخير للجنة الرباعية، والذي يحدد أن تبدأ الهدنة لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد. وبحسب المصادر، فإن الجولة القادمة من المشاورات لن تكون شبيهة بسابقاتها، فهي لن تكون عودة إلى طاولة المباحثات بين الجانبين، بل سيلتقي الطرفان للتوقيع على اتفاق سلام تم إعداده بعد رفع مشاورات الكويت. ومن المرجح أن يكون بناء على رؤية ولد الشيخ ومقترحات وزير الخارجية الأمريكي التي تبنتها المجموعة الرباعية. لا يزال الأفق ضبابيا حتى اللحظة، وعلى الرغم من اتجاهات الدفع نحو الحل في اليمن، إلا أن المعوقات لا تزال قائمة كما بقيت طوال أكثر من عام. مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم التحالف أحمد عسيري أكد أن المملكة لن تؤيد حلا لا يتضمن نزع سلاح الميليشيا، مؤكدا أن دولته لن تقبل بوجود مسلحين فيما أسماه فناءها الخلفي. على الضفة الأخرى، تظهر تحركات الميليشيا وكأن لا شيء من ذلك يعنيها، فيما تستمر بالبحث عن منفذ آخر لمواصلات الحرب. ففي رسالة كشفت عنها وكالة التسنيم الإيرانية، طالب رئيس البرلمان المنتهية ولايته تدخل طهران لوقف ما أسماه العدوان على اليمن. الرسالة التي بعثها القيادي في حزب المخلوع يحيى الراعي تبدو وكأنها تأتي في إطار سباق بين المخلوع وحلفائه الحوثيين لإثبات من منهم يمسك مقاليد الأمر في صنعاء، أو هكذا يريد المخلوع تقديم نفسه للسعودية التي دعاها قبل أيام إلى الحوار معه. إذن مشاهدينا الكرام، كما أوضح التقرير، الجهود المكوكية لولد الشيخ تستمر. هناك لقاءات على مستوى الأطراف اليمنية كافة، آخرها الأطراف الانقلابية الآن في مسقط. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام الأكاديمي والباحث الدكتور أحمد الدبعي. مساء الخير دكتور أحمد. مساء النور، تحياتي. دكتور، يتساءل الناس عن طبيعة أيضا وجدوى الحراك الدبلوماسي القائم بشأن الأزمة اليمنية. إذا ما بدأنا على أو ما أشرنا إلى طريقة البناء، كيف يمكن البناء على هذا الحراك للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب في اليمن؟ بداية اسمح لي أن أتقدم بتهنئة الشعب اليمني الكريم قيادة وشعبا بمناسبة مرور 54 عام من ثورة 26 سبتمبر المجيدة. أما بالنسبة لما تفضلت وطرحته، هو كلنا نبحث عن السلام في اليمن، لا أحد يكره السلام، ولكن للبناء على أو للوصول إلى سلام ووقف دائم لإطلاق النار، أعتقد أننا ما زلنا بعيدين عن وجود ثقة بين الأطراف أو بين الطرفين الرئيسيين حقيقة، خاصة أن الطرف الانقلابي ما زال معول. يعني أنا كمراقب ولو من بعيد شاهد الشان اليمني بدقة، وأرى أن الطرف الانقلابي بقيادة علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي ما زال يراهنا على السلاح وعلى الحسم العسكري، يماطلا كثيرا ويتهربا من تطبيق القرار الدولي.
الحكومة اليمنية كما نعلم أنها وقعت في الكويت على المبادرة السلام الأول الحل الذي أتى به ولد الشيخ، وكانت خطوة إيجابية، وكنا منتظرين من الجانب الآخر أن يقوم بشجاعة ويتقدم بخطوة للأمام ويقوم بالتوقيع على ذلك. بعد ذلك ندخل في تفاصيل. إلا أننا حتى الآن ما زلنا نراوح في نفس النقطة، يتهرب الطرف الانقلابي من توقيع التزام حقيقي ويبحث عن هدنة هنا هدنة هناك لالتقاط أنفاسه والعودة مجددا لساحة المعركة بشكل أقوى. طيب الآن هناك أيضا يعني المساعي لإعلان الهدنة المقترحة لمدة 72 ساعة هي من قبل ولد الشيخ في نهاية المطاف الآن. هل هناك فرص نجاح لهذه التهدئة يمكن البناء عليها في الذهاب إلى جولة جديدة من التفاوض؟ دعنا أخي العزيز نتفائل ونقول نعم، ولو أنني حقيقة لا أجد أي تفاؤل في هذه الفترة على الأقل بسبب ما شاهدناه سابقا من تهرب الطرف الانقلابي من أي التزام حقيقي تجاه وقف اطلاق النار. شاهدنا مسبقا أن هناك هدن تم الإعلان عنها وكان المفترض أن يتوقف اطلاق النار، ولكن كنا نتابع القصف المستمر على مدينة تعز وعلى غيرها من المناطق في أثناء الهدنة نفسها. فعن أي هدنة نتحدث إذا لم يكن هناك تطبيق حقيقي ومراقبة حقيقية على الأرض؟ الأمم المتحدة حقيقة مقصرة بهذا الجانب بشكل كبير. هي تتحدث عن هدنة في التلفزيون، تتحدث عن هدنة في مؤتمرات الفنادق، لا تتحدث عن هدنة مشروطة بمراقبة على الأرض اليمنية. هذا 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 هو الخلل الكبير تجاه أي هدنة على الأرض. نعم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور أحمد. أنتقل الآن إلى الأستاذ أو الدكتور خالد باطرفي الكاتب والباحث السعودي. مساء الخير دكتور خالد. مساء النور والسرور، يا هلا. أهلا بكم دكتور. هناك حراك دبلوماسي دولي مدعوم بشكل كبير من أمريكا، هذا الحراك يتجه لفرض هدنة مؤقتة في اليمن، كذلك هناك مطالبات من قبل الميليشيا بالتوقيع على الهدنة من قبل يعني توقيع السعودية على الهدنة المشترطة على الحدود. السعودية كيف تفهم هذا الحراك الدولي، هذا هذه المطالب الأمريكية أيضا؟ يعني لما كل دولة تحرك مصالحها الخاصة، فأمريكا الآن عليها ضغوط من الكونغرس ومن جهات منظمات حقوقية لمنع بيع السلاح للمملكة العربية السعودية بدعوى أن الحرب استمرت كثيرا وطويلا في اليمن بدون نهاية واضحة ولأن هناك ضحايا من المدنيين. بريطانيا تعاني من نفس الضغوط، فهم أيضا يسعون إلى إنهاء هذه الحرب، ولكن على أي شرط على أي أساس؟ جون كيري في لقائه الأخير مع اللجنة الرباعية في جدة قدم مبادرة أمريكية ووافقت عليها الحكومة اليمنية، بقي عليه وعلى الولايات المتحدة عموما أن تضغط على الطرف الآخر للقبول بها. فإذا كان هذا هو الذي سيحدث فهذا أمر مقبول، لكن الهدنة بدون أن يكون هناك مسار سياسي واضح وقبول من الطرف الآخر بالمبادرة على الأقل، فهو مجرد إعطاء الحوثيين فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة التموضع وتخفيف الضغط عليهم، وهذا غير مقبول بالتأكيد. طيب الآن التحالف أكد أنه لن يقبل بأي اتفاق سلام إلا بعد أن يحل الجناح المسلح للحوثيين وأن يسلموا أسلحتهم، هل يمكن فهم من ذلك أن هناك بالفعل ضغوط كبيرة تواجهها السعودية بشأن سلاح الحوثيين؟ الضغوط موجودة منذ البداية، للعلم الولايات المتحدة لم تكن موافقة على عاصفة الحزم، هذا ليس سرا، وفوجئوا بالإصرار السعودي والعربي على إطلاق هذه العاصفة ولم يتعاونوا بالشكل الذي يدعونه، كان تعاونهم محدود وكتاج السلاح بالدرجة الأولى، فلذلك يعني هم يلجؤون للضغط علينا بقانون جاستا وغيره لأننا لم نتعاون معهم فيما يريدون سواء في اليمن أو سوريا أو البحرين أو غيرها.
وأعتقد أن الضغوط ستستمر ولكن الصمود سيستمر في نفس الوقت حتى تحقيق الأهداف المشروعة للتحالف. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور خالد. أعود إلى دكتور أحمد الدبعي. دكتور أحمد، هناك ضغوط أمريكية على التحالف العربي، ضغوط هذه ضغوط متجددة كما أوضح الدكتور خالد. هذا الأمر إلى أي مدى يمكن أن ينعكس سلبا على مسار العملية، عملية السلام في اليمن، وكذلك الوصول إلى حل وفقا، يعني يستند هذا الحل إلى القرارات الدولية في نهاية المطاف؟ تابع قصة الضغوط على التحالف العربي وبالذات على المملكة العربية السعودية الشقيقة. الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة لم تتعود جرأة عربية لحل الملفات العربية بنفسها، تعودت أن تتدخل مباشرة هي بحل كل الملفات، وعندما تدخلت الدول العربية بالأزمة اليمنية بدون الولايات المتحدة الأمريكية شعرت بامتعاض، والآن تمارس ابتزاز من نوع أو آخر باتجاه المملكة العربية السعودية، حتى لا تتكرر قصة الاعتماد على النفس كمجتمع عربي أو كدول عربية لحل مشاكل المنطقة. هذه الضغوط أعتقد أنها ستستمر، لأنها الآن كما أرى، أنا أقرأ في الصحافة الأمريكية في الصحافة الغربية، هناك ضغوط كبيرة على التحالف العربي، ولكن بالأخير التحالف العربي عليه أن يثق بنفسه ويثق بأن الشعب اليمني كله معه أو الغالبية المطلقة، لأن هذه قضية شرعية، قضية مصير بلد عريق كاليمن وله اتصال جغرافي بالجزيرة العربية بموقعه الهام والاستراتيجي في المنطقة، وأمنه يؤثر بشكل كبير على أمن المنطقة برمتها. لذلك القضية يجب أن أحب أن أقول أن الضغوط الأمريكية كما قلت ستزداد، ولكن ينبغي أن يكون بالمقابل هناك حوار صريح مع الولايات المتحدة الأمريكية، سعودي أمريكي بهذا الشأن، حتى لا تتفاقم الأمور وتخرج عن سياقها. طيب، في هذا التوقيت كشف رئيس البرلمان الإيراني عن رسالة بعثها رئيس البرلمان المنتهية صلاحيته في اليمن، وهو قيادي في حزب المخلوع يحيى الراعي، طلب في هذه الرسالة طهران بالتدخل لوقف ما أسماه العدوان في اليمن. هذه الرسالة في أي سياق يجب وضعها في هذا التوقيت؟ إن صحت الرسالة فهي حقيقة نذير شؤم، لأنها توغل موحش في التمدد أو التمدد الإيراني في المنطقة، وأيضا توغل موحش في إذكاء نار الفتنة الطائفية والمذهبية في المنطقة. هذا عمل أحمق، أنا أسميه عمل أحمق أخرق، لأنه هذا يزيد المشكلة تعقيدا ويحول المنطقة برمتها إلى جحيم، ليس فقط اليمن بل المنطقة بشكل كبير. وهذا أنا إن صح أو تأكد ما قيل عن رئيس البرلمان اليمني الراعي أرسل رسالة إلى الجانب الإيراني، فأنا أراه من الناحية أيضا العسكرية أعتقد أنه يعبر عن ضيق كبير وهزيمة، شعور عميق بالهزيمة. حتى نلقى لاستدعاء إيران للتدخل في الشأن اليمني. ما دخل إيران في الشأن اليمني؟ هي ليست دولة عربية وليست دولة مجاورة لليمن أصلا، إلا إذا استدعينا فقط الجانب المذهبي أو ما إلى ذلك من هذه الخيوط التي ستزيد الطين بلة في اليمن حقيقة. طيب، دعني في هذه النقطة أنتقل بذات السؤال لدكتور خالد. دكتور أحمد، دكتور خالد، هذه الرسالة السعودية في أي سياق تفهمها؟ هي لديها موقف واضح من المخلوع علي عبد الله صالح وكذلك من جناحه في المؤتمر، ربما كانت هناك تفاهمات معها مع الحوثيين في سياقات أخرى، لكن هذه الرسالة التي جدت وإن صحت، ما الذي تفهمه السعودية منها؟ هو يعني ليس فيها جديد، يعني نحن نعرف مقدما، وهذا سبب تدخل التحالف العربي بالتوغل الإيراني في شؤون اليمن ودعمها للانقلاب صراحة وخفية. كل ما أبرزت الأحداث الآن
أن إيران فعلا تدعم الانقلابيين كلما كان في صالحنا، لأنها هي في فترات مختلفة كانت ترفض أن تعترف بتدخلها وتقول أنه لمجرد التعاطف السياسي والدعم المعنوي فقط، رغم كل الأدلة والإثباتات ضدها. ولكن يأتي بين حين وآخر أخطاء كهذه وكالإعلان عن صواريخ زلزال التي هي نوع من أنواع الإسكود تخدم ضد المملكة لتكشف يعني ما تم إخفاؤه، ويصبح الأمر أكثر صراحة ووضوحا أمام المجتمع الدولي. أما نحن فنحن نعرف، ولكن نريد أن نثبت عليهم أمام المجتمع الدولي أنهم ينقضون قرارات الأمم المتحدة الصريحة بعدم التدخل وعدم دعم الانقلابيين، وبالتالي يسهلون مهمتنا في مقاضاتهم في مجلس الأمن إذا تم ذلك يوم من الأيام. طيب الآن بسؤال أخير دكتور خالد، الآن كانت في يعني في خطابات المخلوع هناك محاولات يعني حسبت على أنها تودد للمملكة العربية السعودية بشكل أو بآخر. الموقف السعودي هل يعني لديه رؤية ثابتة من ناحية المخلوع لعبد الله صالح، أم أن هناك احتمال لتغير تكتيكي في وقت معين؟ المنطق من جحر مرتين، والمخلوع على عبد الله صالح يعني طالما وقفنا معه وتعاوننا معه وساعدناه على الخروج بماء الوجه من الثورة الشعبية التي كانت تنادي بمحاكمته، وخرج بحصانة وخرج بوضعه المعنوي والمادي كما هو، ومع ذلك كانت هذه هي مكافأته لنا. لا أعتقد أن السعودية يخدعها مرة أخرى، وأعتقد أن الموقف أصبح مبدئيا تجاه. إذن أشكرك دكتور خالد بطرفي الكاتب والباحث السعودي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام وزير الخارجية دكتور عبد الملك المخلافي. مساء الخير معالي الوزير. مساء الخير. أهلا وسهلا معالي الوزير. يجري الحديث عن وجود هدنة مقترحة تصور لحل الأزمة اليمنية، ما تفاصيل هذا التصور التي يعني والهدنة كذلك التي وافقت عليها الرئاسة والحكومة؟ يعني نحن الحكومة اليمنية كنا دائما في حالة استعداد لأي سلام يجنب شعبنا الحرب والدمار الذي أشعلته الميليشيا الإنقلابية، ولهذا ذهبنا لكل المفاوضات السابقة ومكثنا في الكويت 115 يوم ووافقنا على كل ما قدمه المجتمع الدولي. الآن ومنذ لقاء جدة بين الوزراء الأربعة جرى الحديث عن استئناف المشاورات على أساس خطة شاملة تلتزم القرار 2016 والمرجعية الثلاثة، مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والأدية التنفيذية وقرارات مجلس الأمن، وأن تكون خطة شاملة متسلسلة في التمثيل تبدأ بمسألة الانسحاب وتسليم السلاح. نحن وافقنا على هذا ورحبنا بما جاء في اجتماعات جدة الرباعية، ووافقنا بما جاء في اجتماعات جنيف في 21 اجتماعات نيويورك في 21 من هذا الشهر للرباعية، ونحن بانتظار ما سيقدمه المبعوث الأممي للطرفين لنناقشه لنرى بعد ذلك إمكانية استئناف المشاورات في أي مكان إذا وافق الطرف الآخر على خطة بهذا الصدد. يمكن أن نذهب إلى المشاورات لنقوم ببحث تفاصيل الخطة، لكن لا بد من أن يكون هناك اتفاق مسبق على الإطار العام لهذا الخطة ملتزم بالمرجعيات. هذا كل ما في الأمر حتى الآن، ونحن منتظرين ما سيقوم به المبعوث. بالمقابل طرح علينا بأن هناك حاجة إلى هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة، طرح هذا على فخامة الرئيس من أكثر من دولة ومن المبعوث الأممي الذين التقاهم وكنت حاضرا هذه اللقاءات في نيويورك على هامش الجمعية العامة، والرئيس لم يكن لديه مانع من مسألة وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة كهدنة، فقط نحن طرحنا بأن هذه يجب الاستفادة منها في فك الحصار عن تعز، وأنه يجب أن تدخل الإغاثة الإنسانية إلى مدينة تعز التي تحاصرها الميليشيا، وفي نفس الوقت
لابد من استئناف عمل لجنة التهدئة والتوصل التي جرى الاتفاق على أن تكون في ظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية بين الحكومة والانقلابيين والأمم المتحدة. ومنذ شهرين الممثلين العسكريين الذين يمثلون الحكومة وأيضا الخبراء العسكريين للأمم المتحدة يتواجدون في هذا المكان. في نفس الوقت ميليشيا الانقلاب لا تتواجد هناك ولم تصل بعد، ونحن قلنا أنه لا بد من وصولهم. هذه هي المطالب فقط من أجل أن تستكمل وتبدأ خطوات الهدنة. الأمم المتحدة وممثلة بالأستاذ إسماعيل ولد الشيخ رأت أن ذلك يمكن أن يتم، وبدأت اتصالات مع الطرف الآخر. الآن الأمر بيد الإنقلابيين، إذا وافقوا بالفعل على إدخال المساعدات الإنسانية وعلى تفعيل الدي سي سي يمكن أن تعلن الهدنة في أي وقت، اتفاق بين الحكومة والأمم المتحدة وبموافقة الطرف الآخر على هذا. نعم معنا. طيب معالي الوزير، يعني ما هو الجديد لدى ولد الشيخ هذه المرة؟ كان يتحدث كثيرا عن أن هناك ضمانات، هناك موافقة من قبل الطرف الانقلابي، ثم يعني تدخلون معهم في المفاوضات ولا يحدث شيء. هل يعني من تأكيدات، من أشياء صلبة يمكن الاتكاء عليها للدخول في هذه المفاوضات أو الجولة الجديدة؟ نعم، الجديد ونحن متفقون عليه نحن والمجتمع الدولي وسيد ولد الشيخ أننا لن نذهب إلا بموافقة مسبقة من الانقلابيين على المرجعيات وعلى الخطة، على الإطار العام لخطة السلام التي تنملأ تفاصيلها في النقاشات في المشاورات. لكننا لن نذهب كما كل مرة لنناقش المرجعيات ونناقش البداية، ولكن سنذهب بناء على سيقدمها المبعوث مسبقا وستناقش بصورة غير مباشرة قبل الذهاب إلى أي مشاورات. طيب هل عرفت يعني الدولة التي يمكن أن تستضيف هذه المشاورات المقبلة أم لم يطرح إلى الآن؟ في حقة الأمر لا زال الحديث يدور حول استئناف المشاورات في الكويت. والأشقاء في الكويت قالوا أنهم سيكونوا مرحبين بهذا، ولكنهم أيضا هم قالوا بأن أنهم سيكونوا مرحبين باستضافة المشاورات شريطة أن نذهب الأطراف للتوقيع وليس لإضاعة الوقت كما حدث في المرة السابقة، ونحن مع هذا الاتجاه. نعم. طيب الآن هناك حديث عن ضغوط أمريكية على ودولية كذلك على الحكومة الشرعية من خلال الضغط الذي يمارس على التحالف العربي، برأيك إلى أي مدى سيشكل ذلك عامل يعني ضغط نفسي على الحكومة في مواجهة الاستحقاقات السياسية القادمة؟ في حقة الأمر دائما كان هناك ضغوط على الحكومة لسبب واحد، أن كل الأطراف الدولية تعترف بهذه الحكومة وتعتبرها هي المسؤولة عن الشعب اليمني، وهي الطرف الذي يمثل الشرعية والذي يمثل الحرس، وبينما في الطرف الآخر طرف ميليشيا. ولكن في نفس الوقت أنا أعتقد أن هذه الضغوط تضعف باستمرار أمام حجة ومنطق واضح أن الحكومة اليمنية وافقت على كل شيء ووافقت على الالتزام، والطرف الآخر هو الذي رافض، فلماذا لا تتكثف الضغوط على الطرف الآخر؟ نحن نواجههم بهذا، وهم يجدون بأن منطقنا صحيح. لأن ما هو المطلوب منا؟ بالتأكيد كل ما طلب من الحكومة اليمنية قامت به ونفذته ووافقت على خطة السلام، والمشكلة ليست لدى الحكومة، المشكلة لدى الطرف الآخر. ومن ثم فإن على المجتمع الدولي أن يكثف جهوده هناك، وأعتقد أن هناك الآن توجهات واسعة لأنه يجب تخفيف الضغوط على الانقلابيين للقبول بخطة الحل التي سيطرحها المبعوث. طيب معالي الوزير، بسؤال أخير، يعني هناك معلومات حول رسالة من القيادة في حزب المخلوع ورئيس البرلمان المنتهي ولايته يحيى الراعي إلى البرلمان الإيراني لطلب تدخل إيران في اليمن، ما يعني ما هي وجهة نظر الحكومة حول هذه الرسالة؟ جديد وليس عن الجريمة، إيران تتدخل من قبل وهناك اتفاق بين تحالف ميليشيا الحوثي وصالح مع إيران التي تقدم لهم الدعم. محاولة إظهار هذا الأمر إلى العلن من خلال ما سمي بطلب الدعم ليس إلا المجاهرة بالجريمة، ولكنه لا يقدم ولا يؤخر، بل بالعكس يمكن أن يفضح هذا التحالف أكثر.
أشكرك معالي وزير الخارجية الدكتور عبد الملك المخلافي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، وأعود إلى الأكاديمي والباحث الدكتور أحمد الدبعي. المعذرة على التأخر دكتور. دكتور، من خلال حديث معالي وزير الخارجية هناك يعني استشفيت أو كان واضحا رغبة الحكومة في الذهاب إلى هذه المشاورات، لكن بعد الحصول على ضمانات وتأكيدات بموافقة الحوثيين أو الطرف الانقلابي على الاتفاق ونقاط التي طرحها المبعوث الأممي، ما رأيك بذلك؟ الحكومة أبلت بلان حسنا في الجولة السابقة من الحوارات واللقاءات في الكويت وغيرها. ما أتمناه على الحكومة في هذه المرة أن تذهب فعلا وهي لديها تطمينات حقيقية ولديها التزامات من الأمم المتحدة ومن المجتمع الدولي بأن الطرف الآخر يؤمن بالمرجعيات ويوقع بشكل رئيسي على ذلك. غير ذلك سنذهب إلى في متاهات جديدة وإضاعة الوقت. الحكومة هناك ضغوط حقيقة على الحكومة، نعرف ذلك، وأعتقد أن قصة المشاورات أو الاقتراحات الدولية المتكررة للهدن وللحوارات السياسية هي جزء أيضا من الضغوط التي تمارس على التحالف وعلى الحكومة اليمنية. بممكن القول أن جزء من هذه الضغوط يتحول إلى تدليل للانقلابيين في اليمن وإطالة الأمور. الأمور واضحة جدا في اليمن، هناك انقلاب واضح حقيقي يعني كوضوح الشمس، وهناك حكومة وقعت على كل المبادرات التي تقدمت بها الأطراف الدولية، والطرف الآخر يتنصل ولا يوافق على التوقيع على تلك المبادرات. ثم بدلا أن يتجه الضغط نحو الإنقلابيين يتجه الضغط دائما إلى الحكومة. أتفق مع الأخ وزير الخارجية المخلافي بأن الحكومة اليمنية أصلا ينظر لها المجتمع الدولي كأن على أساس أنها هي المسؤولة، حكومة مسؤولة عن اليمن، شرعية ومسؤولة عن 27 مليون يمني. نعم، ولكن كما قلت ينبغي أن تذهب الحكومة اليمنية للحوارات القادمة ولديها ضمانات حقيقية في هذا الجانب. أشكرك الأكاديمي والباحث دكتور أحمد الدبعي، كنت معنا عبر الهاتف من اسكتلندا، كما أشكر جميع الضيوف الذين كانوا معنا، وكذلك أشكر المشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. إلى حين أن نلقاكم، هذه تحياتي أنا وجيه سمان وتحيات زميل محمد القاسم معد البرنامج. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.